اليوم رجعنا من جديد بعد 7 سنوات لمسيرة الثورات وسنعيدها سيرتها الأولى والمظاهرات. إحدى السبل اللي ممكن نتبعها، ما بنقول هي الوسيلة الوحيدة، ولكن لابد من القيام بهذه الوسيلة لحتى نحقق أهدافنا. واليوم نحن رجعنا نشتغل أعلام الثورة ونخيطها ونبخها ونرفعها في مظاهراتنا. وإذا لم نستطع بالوسائل السلمية فنملك كل الوسائل، ولكن نحاول من خلال التظاهر إيصال رسالة إلى العالم بأننا شعب حر، شعب يستخدم الوسائل اللاعنفية في نضاله، وإن شاء الله سنصل لتحقيق أهدافنا في ثورة الحرية والكرامة. بعد 7 سنوات وبعد تجربة العديد من الوسائل اللي ممكن كان لابد منا ولا غنى عنا، ولليوم بنقول لابد من البندقية، ولكن يجب كان أن يرافقها القلم والكلمة. والمظاهرات إحدى أساليب النضال السلمي والنضال العنفي اللي لا يمكن لأي شعب أن يتخلى عنا في سبيل التخلص من الطغاة والظلم اللي عم يتعرض له. طبعا استلمنا الاعلام لكل منطقه الريف المعره الغربي والجنوبي، تنسيقية المعره وريفها، والاستعدادات يعني كثير كبيره باذن الله. عندنا حشود غفير وعندنا بث مباشر، عندنا كذا حركه مميزه، في عندنا مظاهره مركزيه بالمعره كبيره جدا ان شاء الله، وعلى العهد بكون حتى اسقاط الاسد زال راد. صرنا 150 450 هيك معنا.